اتذكر لما زرتني بالحبس شو قلت لي؟ قلت لي لو شو ما عزت انا حدك وراح ضل حدك. هلا عم بتذكر كل المواقف واحد واحد، بتفرج عليهم من بعيد، من وقت اللي جيت على التحدي على البار بالصدفة، الوقت اللي فوتني على الحبس، الوقت اللي دمرتنا. ممكن انت ما تصدق. هذا الأهبل خليل اللي كنت تضحك عليه مات. انا صدقتك لانه حبيتك مش لانك ممثل شاطر. اعتبرتك اقرب لالي من خيلي من بي وامي. يا واطي لك نحن شو عملنا لك؟ شو عملنا لك؟ انا خليل شو عملت لك غير اني مديت لك ايدي؟ شو عملت لك؟ انا شو عملت له لابوك فوزي؟ نحن شو قصدنا؟ هي امك المجنونه خطفتك منه وهربت، نحن شو عملنا لك؟ امي مجنونه بسبب ابوك. امي ماتت بسببكم. نسيان ولا ذكرك؟ أخوك شو بيقول لي؟ أنت واحد من العيلة، صرت من عيلته الظاهر منه وفينا، وأنا راح أعوضك بكل شيء. شو راح تعوضوني؟ بالعمر اللي انسرق مني ضاع، ولا بأمي اللي ماتت؟ شو راح تعوضوني؟ هذا القصر من حقنا، من حقنا، وأنا نفذت وصية أمي، لأنه نحن اللي انقهرنا، نحن اللي انأذينا. أنت شو صار عليك؟ كنت تنضرب 3 مرات بالنهار، كنت تمشي حفيان جوعان مسلول. أنت خلقت بتمك معلقة من ذهب، أنا اللي انزليت وانقهرت. شو شفت من الجوع من القهر؟ شو شفت؟ فهمني شو شفت؟ أنت وأمك أجان من بعض. لا بقى جيب سيرة أمي، لا بقى جيب سيرة أمي. اوعى تفكر هالقصة خلصت. لا، أنا كمان رح أوعد أمي من هون أنه رح رد لها قصرة منك يا حرامي. تفضل اطلع برات بيتي أحسن ما أتصل بالشرطة. بحياته ما كان بيتك، بحياته ما كان بيتك. خلاص، ما عاد فيك تضحك علي بقى. خلصت هذيك الأيام. أنا رح رد حقنا منك، مش على طريقتي، لا، على طريقتك أنت. حتى لو اضطريت ادعس على روحك لطلعك من هون لنشوف يا آدم الطاهر.